أخوي فوزي هيك قال لك؟ فوزي وصيني وصي، والوصية أمينة يا أبو بكري، بس مر على حلب وصل لك هالرسالة. إيه بسيطة، إذا الشغلة شغلة مصرات بعطيك المصاري إيش الشغلة وحضرتك بتوصل له إياه. بس أنا ما بعرف عنوينه، قلت لك هو اللي مر لعندي على الدايرة. بيرجع بيمرق لعندك على الدير كمان مرة إيش الشغلة؟ مظبوط، بس أنا نقلت على دير تاني، وإذا بدك أعطيني عنوينه هونيك وأنا بودي له المصريات. بس إذا منك مأمن فيني عدم المؤاخذة، ابعاد حدا فيني من طرفك ودي له إياهم. أنا ما أمن برجال محترم مثلك، أعوذ بالله، بعطيك المصرات بتودي له إياهم بذات نفسك وبتسلم لي عليه وفضلك علي ليوم الدين. العفو يا أبو بكري، نحن بدنا خدمة عدم المؤاخذة. الحقونا الحقونا يا جماعة. إيش في يا أبو ديبو؟ إيش صاير بالحارة؟ بيت أبو عبد الحلاق عم يحترق. شو؟ عم يحترق؟ لك يلا يا شباب، يلا يا رجال، خلصوني، واقفين مثل الواح. لك يلا خلصوني، يلا بتبدلك إلى الحارة، تاكل الأخضر واليابس. بكري يوم شو ندخل على بيت أبو عبد وما معنا نفتح؟ اكسروا الباب خيو، ايش بخبطنا؟ انشل لك ايدك كمان هلا، اكسروا الباب وطفوا الحريقة. قصدي الحريقة بجوز تمد وتاكل الحارة كلها. تاكل الحارة كلها يا واطي. الحريقة لو صايرة بكل الحارة أهون على أهل الحارة من خيانتك وغدرك فيها يا كلب يا واطي. ولك جاسوس أنت، ما بتستحي على شرفك؟ ولك بدك تسلم فوزي للفرنساوية؟ ولك هذا فوزي، فوزي اللي دافع عنك وعن حارتك، اللي دافع عن حلب وأهل حلب، بدك تسلمه للفرنساوية؟ ولك ولك كلب، أبوس إيدك، أبوس أجرك يا أبو بكري. أنا ما دخلني، هذا أبو الروس هو اللي غصبني وهددني بالمرض، بده يقتلني إذا ما ساعدته. أبوس أجرك، هو اللي بده ينتقم منك ومن كل أهل الحارة. خلاص ولك، نحن كاشفينك من زمان، بس كنا عم نستناك تقع بشر أعمالك، وهالله وقعت وانكشفت قدام أهل الحارة كلهم وبشعاتهم. ولك مو عيب عليك، مو عيب عليك توسخ هذا التوب الطاهر؟ كفو عليك، انت واحد خاين، خنت شرفك وعرضك وناموسك، خنت الخبز والملح اللي اكلته مع اهل حارتك طول عمرك. وانت بتعرف ايشو مصير الخاين؟ الخاين منعلعه من شروشه ولا منعود نتعرف عليه ولا على نسله. بعدين في شغلة فاتك ولك واطي، فوزي مو بيروت طاول. وين ولا كان؟